مع دقيقة المثمر كل يوم نصائح زراعية من أجل فلاحة عصرية مربحة وأكثر مردودية. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، من بعد ما زرعنا وقمنا بوضع أسمدة العمق والزريعة المناسبة لزراعة الكاوكاو، موضوعنا اليوم عن تسمية التغطية ومجموعة من التوصيات اللي خاصنا ناخدوها بعين الاعتبار باش نجيبوا الفلاحة ديالنا اللي خاصها من الأسمدة من أجل الحصول على إنتاج جيد. وكتختلف معدلات الإمداد بالعناصر الغذائية في زراعة الفول السوداني حسب نوع السقي المستعمل. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، وبالنسبة للاحتياجات التقديرية لكل هكتار، فإذا اعتبنا على استخلاصات ديال هذه الزراعة فممكن نقولوا باللي باش نسمدوا هكتار واحد ونوصل معدل ديال الإنتاج ديال 5 طن في الهكتار ديال الكاوكاو خاصنا نجيبوه. في حالة السقي بالرش كننصحوا بتتبع برنامج تسمية التغطية التالي. بالنسبة لعنصر الأزوت فكيحتاج الهكتار واحد من زراعة الكاوكاو في التغطية لمعدل 100 وحدة واللي يمكن نقسموها على دفعتين أو أكثر مع ماء السقي، ومعروف باللي هذه الزراعة كتنتج كميات من الأزوت. وهنا نردوا البال ونزيدوا ولا نقصوا الكمية على حساب النمو والخضرية ديال الفلاحة. وبالنسبة لعنصر البوتاسيوم كيحتاج الهكتار الواحد من زراعة الفول السوداني من 150 إلى 180 وحدة، وكنزيدوها للتربة على مرتين، في المرة الأولى بعد الزراعة بشهر أو شهر ونصف من بعد الزراعة، أما المرة الثانية فالفترة بين 75 إلى 80 يوم بعد الزرع. أما بالنسبة لعنصر الكالسيوم والمغنيسيوم فينصح في حالة النقص الخفيف باستعمال واحد إلى جوج رشات على الوراق 30 إلى 40 يوم بعد الزرع بالنسبة للمغنيسيوم، و 60 إلى 80 يوم بالنسبة للكالسيوم. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، بالنسبة للسقي بالتنقيط كنصحوا بتتبع برنامج تسمية التغطية كالتالي: تقسيم الكميات الخاصة بسماد التغطية من الأزوت على دفعتين أو أكثر مع ماء السقي. وبالنسبة لعنصر البوتاسيوم فمن المفترض إضافة كل الكميات الخاصة مع الري على عدة دفعات. أما بالنسبة للكالسيوم والمغنيسيوم فينصح في حالة النقص الحاد بإضافة هذه العناصر في الماء 30 إلى 40 يوم بعد الزرع بالنسبة للمغنيسيوم، و 60 إلى 80 يوم بالنسبة للكالسيوم، وفي حالة النقص الخفيف باستعمال واحد إلى جوج رشات على الأوراق. وفي الأخير أخي الفلاح، أختي الفلاحة، فهذه الكميات ديال الأسمدة اللي ذكرناها هي بشكل تقريبي، أما إلا بغينا الكميات بشكل دقيق خاصنا نعتمد على تحاليل التربة وحتى تحاليل الأوراق باش نعرفوا شنو خدات النبتة من الأسمدة وشنو النقص اللي مازال عندها، وهنا نطبقوا التوصيات ديال المختبر. والله المعين. مع دقيقة المثمر، اليد في اليد من أجل فلاحة مثمرة ومستدامة.